يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. واللي من حضراتكم بيتابع برنامجنا بصفه مستمره اكيد خد باله ان احنا بقالنا شهور طويله تقريبا ما فيش اسبوع بيعدي علينا غير لما بنتكلم مع حضراتكم عن بطولة ما نجحت مصر في تنظيم فعالياتها وبمنتهى الإتقان والاقتدار ونالت بموجبها استحسان كل المشاركين وكل المتابعين في الصحافة الرياضية العالمية. تعالوا نتعرف على الأمر ده، ودي حاجة طبعا أكيد تسعدنا كلنا كمصريين. وكنا بنتكلم قبل كده في فكرة إن في ثورة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية اللي أهلتنا في نهاية المطاف إن احنا نحسن يعني استضافة مصر ليه كتير من فعاليات وبطولات عالمية على أرض مصر في رياضات مختلفة. هنتعرف على كل التفاصيل دي من خلال الأستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الفل يا أستاذ كريم. صباح الفل يا أستاذ نهاون. صباح الفل. سعيد إن أنا موجود معاكم، وإن شاء الله يعني نقدر نقدم إضافة للمشاهدين كلهم. إن شاء الله. زي ما احنا كنا بنقول، يعني احنا يمكن بجد في برنامجنا، احنا برنامج رياضي واي برنامج رياضي بيتكلم دايما عن البطولات اللي مصر بتستضيفها. احنا اصبحنا بمعدل كل شهر عندنا اكتر من بطولة عالمية على ارضنا، وفي نفس الوقت ده بيرجع لاسباب كتيرة. وطبعا فكرة ان انا اصلا بستضيف بطولة عالمية بهذا الشكل، انا بيبقى عندي مكاسب كتيرة، منها طبعا الترويج للسياحة، دخل مفروض بيخش لي، حاجات كتيرة، ماركتينج للدولة، فكرة ان انت بتنظم يعني بطولة عالمية اكيد بيجي لك صحافة عالمية. ففي الاول وفي الاخر كلها قصة او قصة نجاح. معلش بس ده ليتلي، خليني ابدأ بالموضوع من الاول عشان سادة المتابعين برضو يبقوا فاهمين انا كنت فين وايه اللي حصل عشان اصبح في الليفل او المكانه اللي انا فيها دلوقتي. لا هو اكيد تنظيم احداث عالميه او بطولات دوليه على ارض مصر بيكون ليه اثار يعني ايجابيه كتير جدا. زي ما حضرتك قلتي ليها شق سياحي، شق اصلا ليه علاقه بان انت بتقوي البنيه التحتيه اللي موجوده عندك من منشاتك، بتقدر تصنع كوادر شبابيه وكوادر بشريه جديده تقدر انها زي الفولنتير زي كل المجالات. انت كده كده بيبقى عندك استف كل المجالات تقدر ان انت تحركهم تشتغل بيهم. اكتر من بطولة نالت استحسان كل الناس اللي كانت موجودة، ومش اشادة على الورق او ان هم الناس عشان هم ضيوفنا فبيقولوا الكلام ده، لا ده في ناس اوريدي طلبت انها تاخد وتستعين بكوادر مصرية كانت موجودة في تنظيم احداث عالمية كانت موجودة في مصر لبطولاتها اللي هتكون موجودة عندها على ارضها. فمحدش هيجي يجاملك في انه يكون بيطلب منك طلب لحد مشارك. ما هي دي الطفره اللي بنتكلم عليها. مزبوط. ازاي بقى الطفره دي حصلت؟ يعني ليتلي احنا اصبحنا كده، بس احنا في الاول من كام سنه لا احنا كان في مشكله، هل هي كانت نقص امكانيات ولا هي ما كانش في قرار ولا الاراده ولا ايه بالظبط؟ هقول لك على ببساطه وبوضوح شديد، انت كنت مستصعب الامر، شايف انه انت مثلا اكبر منك القصه، هنظم بطوله عالم، طب ازاي، وطب ومتطلبات الاتحاد الدولي، طب والناس دي يعني بتكون طلباتها قاسيه الى حد كبير. لكن انت خلاص لما نزلت على الارض وشفت ايه اللي لا انا اقدر اعمل ده، ما عنديش ادنى مشكله، لدرجه ان يعني انت خلاص بقيت لو انت طلب منك تنظيم بطوله. احنا على فكره ده اوريدي حصل، كان بطوله العالم، كان في بطوله اسمها بطوله الجائزه الكبرى للسلاح، كانت هتتنظم في احد دول امريكا الجنوبيه، والاتحاد الدولي عندهم مشكله ان في خلال 40 يوم الدوله اعتذرت عن استضافه البطوله. طب يا جماعه ممكن مين اللي ينظمها؟ مصر. طب انتوا جاهزين يا مصر؟ جاهزين ننظم البطوله. كان قبلها بقد ايه تقريبا؟ 37 يوم بالظبط. يا نهار ابيض، يعني اقل من 40 يوم. انا بقول لحضرتك 37 يوم انتوا جاهزين تنظموا البطوله. وعلى فكره البطوله كانت في رمضان، رمضان اللي فات. ايوه اخر 3 ايام في رمضان، لدرجه ان احنا كنا جينا في النص، طب احنا هنشتغل يومين وهيبقى تلت العيد ولا هيبقى الثلاث ايام هم هيكونوا كلهم كده كده في رمضان. انا عايز استاذن حضرتك في ان انا اربط ما بين الكلام اللي حضرتك بتتفضل بيه معانا في اللقاء ده وبين حوارنا في الفقره اللي فاتت اللي حضرتك تبعتها مع ابراهيم، وبين كلامنا انا ونهاوند قبل كده عشرات المرات في مساله ايجاد الدعم للابطال. لما مصر عندها قدره على حسن تنظيم بطولات عالميه على ارضها، وطبعا دي يلزمها مقادير كتير، اكيد في مقدمه المقادير دي العنصر المادي، الامكانيات الماديه. طب لما احنا عندنا التفصيله دي متوفره، طب ايه اللي منعنا ان احنا ندعم او نضخ في اتحادات رياضيه مختلفه الاموال اللي تكفي مش بس حتى لصناعه ابطال مستقبليين؟ احنا عندنا ابطال بالفعل وعطلانين، يعني عطلانين حتى عن المشاركه في بطولات دوليه لضيق ذات اليد انجاز التعبير. ده هنا بيرجع لانه الاتحاد نفسه مش قادر يوصل الفكره
للمسؤول اللي هو المفروض دكتور اشرف صبحي او من ينوب عنه. يعني انت انا عندي بطل، لو انت ما اهتمتش بيه البطل ده هيبقى مصيره حاجه من اتنين، يا اما في قصور في التواصل ما بين الاتحادات الفرعيه في كتير، في كتير من الاحيان انت بيكون عندك نجاح وما بتقدرش انك تستثمره او انك تقدر تعلي منه، او يعني بالبلدي ماركتنج، ان انت تقدر تسوق النجاح اللي انت محققه على الارض ده. انت الطبيعي اي حد لما بيعمل شيء جيد طبيعي ان هو تبدا تستغله وان انت تقدر تعلي منه عليه. مظبوط طبعا، انت بيبقى اوريدي عندك نجاحات بتقدمها او بتشتغل عليها وبتحققها، بس مع عندك قصور في انك تقدر تظهر الامر ده للناس. لانه انت النهارده لما يكون عندك بطل زي ابراهيم حافظ واللي كان موجود، وانا طبعا اكيد بحييه، ولد نموذج يعني هايل محترم جدا سواء على المستوى الرياضي او حتى ان هو انا اتفاجئت انه الولد في كليه وبيدرس، وكليه صعبه كمان مش حاجه سهله، ف يعني اكيد تحدي كبير جدا. وان الشخص العادي ان هو يقدر يمانج بين الرياضه وبين التعليم بتبقى صعبه، تكون صعبه، فبالك لما يكون كمان ده بطل يعني بيتحدى التحدي نفسه، فالموضوع بيكون صعب جدا، محتاج تنظيم للوقت بشكل كبير، محتاج منك انت قدره وتحدي ومصابره كبيره جدا عشان تقدر ان انت تقدر توصل لحلمك يعني. فلازم تشتغل بقى على النماذج اللي زي دي، انك تبدا تصدرها للناس. صحيح. فنتمنى ان شاء الله انه اللي يكون اللي جاي بالنسبه لكل الاتحاد انها تقدر تشتغل بشكل احترافي اكبر من الشكل اللي موجود، لان انت هو بالورقه والقلم. انا واحد من الناس شايف ان الدوله ما بتبخلش على اي اتحاد او على اي جهه انها تقدر تديها كامل الدعم، بس مقابل ده هو عايز بلان قدامه تقدر تقول له انا اللاعب ده عندي مثلا مصنف رقم 10، لو اتعمل له المشاركه في البطولات دي هيبقى رقم 4، هيبقى رقم 3. احنا شفنا ده في كتير من الالعاب يعني، خصوصا ان احنا بنتكلم على بارا ترايثلون، لو لسه هنتكلم عن ابراهيم هم 4 هو بيقول لنا في مصر، ف يعني نوت ا بيج ديل، يعني الموضوع مش صعب ان هو يتحقق يعني خالص. نتمنى يكون في مشاركه حقيقيه ولعبه كده كده موجوده لعبه كده كده موجوده في الالعاب البارالمبيه، فتقدر ان انت تكتسب اولا يكون عندك لاعب مشارك، بالاضافه لده ان انت يكون عندك نسبه من المنافسه، لان انت لو انت اهلت اللاعب ده بشكل كويس يقدر ان هو يروح يجيب ميداليه في الالعاب البارالمبيه. طيب انا بقى عايزه اروح مع حضرتك يا مسيو لنقطه مهمه. انا لما اجي اقيس نجاح اي حاجه مش بالعدد، مش باي حاجه غير حاجه واحده، العائد. بمعنى انا عملت مثلا السنه دي 2022 لتس سي مثلا في مصر 10 بطولات دوليه، احنا طبعا عملنا اكتر بكتير بس هو 10 بطولات دوليه. العائد بقى لما اجي انا كده كمسؤول واجي احسب ال 10 بطولات دوليه دول كلفوني كام، والعائد منهم ايه؟ عائد مادي وعائد ليه علاقه بالسياحه اللي هو السياحه الرياضيه وماركتنج زي ما كنت بقول، ويعني وورد اوف ماوث والحاجات دي كلها. ده مقابل ده تقدر تقول لنا كده لو عندك اي ستاتستكس او حاجه، عشان برضو الناس تبقى فاهمه ان الموضوع مش تنظيم وخلاص بيتم على الارض، لا بيبقى في نجاحات اخرى يعني بتحقق مكاسب. لا هو ده مش موجود انه يكون حد يقدر جهه تقدر تطلع تقول ان هو جنت من وراء تنظيم البطوله دي برقم معين، لكن هو بيقدر يقول بيقيسها مثلا بعدد الليالي السياحيه اللي تم اشغالها نتيجة استضافة بطولة كبيرة مثلا او حاجة زي كده. انت من ضمن المقاييس اللي تقدر تقول عليها انت سوقت لعبتك او قدرت انك تظهر الجانب اللي موجود في اللعبة دي وفي ابطالك بشكل عامل ازاي. هو عدة جوانب يعني ما بتتقاس بجانب مادي فقط، ولكن هو ليها كذا شق تقدر انك تقيس عليه او تجني ثماره من وراء استضافة البطولة دي. اتمنى ان احنا اللي جاي يكون مختلف شوية في التنظيم وفي انت على المستوى التنظيمي كاداريا وككوادر وكتنظيم ارضيه الملاعب البنيه التحتيه والمنشات كل الحاجات دي كل التفاصيل 100% انت مستوفيها على اعلى مستوى. دي يعني كل الناس اللي بتبقى موجوده اللي جايه هي بتقول لو انت مثلا زي منظم بطوله دي النسخه وليكن الرابعة الخامسة السادسة منها كل نسخة بتكون أفضل من اللي قبلها. أنت بتبدأ تشوف تشتغل على انطلاقا بقى من اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، وانطلاقا من حسن استضافة مصر وتنظيمها لفعاليات كبريات البطولات العالمية في الرياضات المختلفة، انطلاقا من الكلام ده، كيف رأيت فكرة أن مصر تقدمت بطلب
لتنظيم مونديال 2036، ورجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، ان احنا كنا زمان حاسين ان اي بطوله احنا بصدد تنظيمها، لا احنا قدراتنا يعني اقل من ان احنا ننظمها. احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنتقدم بطلب رسمي لتنظيم فعاليات اولمبياد، دوره اولمبيه بكل تفاصيلها بقى. ده أكيد. يعني كيف رايت هذه الخطوه؟ لا خطوه عملاقه، يعني نقله كبيره جدا في حتى في الفكر، ان انت مجرد انك تاخد خطوه ان انت تقول انا عايز انظم العاب اولمبيه. هو الناس كلها مثلا بتشوف انك تنظم بطوله عالم، وليكن على ذكر ان بطوله العالم لكره القدم خلاص كلها شهر والبطوله تنطلق، بتتكلم على حدث كبير العالم كله بيتكلم عنه طبعا. فما بالك لما يكون عندك ما يوازي بطوله عالم في كل الالعاب طبعا. الالعاب الاولمبيه طبعا. يعني عرس وحدث طبعا. يعني اتمنى ان احنا بس ننجح ان شاء الله. احنا عندنا ما يؤهلنا للاستضافه ده، لكن محتاج كتير من الشغل، يعني محتاج انك تقدر تشتغل على الملف ده بشكل كبير جدا. الراجل توماس باخ لما كان موجود هو كان بيقول انه هو سعيد بتاريخ مصر الكبير، لكن بيتمنى وبيامل في الحاضر اللي يقدر انه يوازي التاريخ التاريخ. هو مش ناسي وعارف دور مصر في انشاء اللجنه الاولمبيه الدوليه عامل ازاي، عارف راح كان سعيد جدا بان هو موجود على ارض مصر اللي تم رفع العلم الاولمبي لاول مره في التاريخ على ارضها، راح زار المتحف الاولمبي، كان مصر على زياره المتحف الاولمبي في اللجنه الاولمبيه، لان هو عارف ان المتحف ده تم انشاؤه او كان سبب من ضمن اسباب انشاؤه. الراحل الدمرداش توني كان الراجل عنده ولع وشغف انه كل اللي كان، انت المفروض اي بطل او اي رئيس بعثه بيشارك في العاب اولمبيه بيبقى كده كده راجع بجيفتس من البطوله، انت بتبقى مديان لك هدايا، الهدايا التذكاريه بتاعت البطوله طبعا. والشعله فالراجل ده كان عنده انه يقدر انه يعمل متحف انه يجمع فيه كل الادوات وكل الحاجات. في حاجات مش موجوده في اللجنه الاولمبيه الدوليه نفسها، يعني لما تكون دي حاجه موجوده عندك انت على ارضك. احنا على للاسف ان احنا في حاجات كتير جدا في ثقافه الناس يجب انها تبدا تتغير. انت لما يكون عندك المتحف الاولمبي ده انت لازم الناس تبقى تكون عارفه اهميه المتحف ده ايه. انا بكلمك في رئيس لجنه اولمبيه، يعني هو الشخصيه الاشهر طبعًا. على مستوى الرياضه على مستوى العالم، ان الراجل يكون عنده اصرار ان يجي يشوف المتحف الاولمبي هنا في مصر، الراجل يكون عنده اصرار وشغف انه يروح ابص على الملاعب اللي موجوده في مدينه مصر الاولمبيه وفي العاصمه الاداريه الجديده، الراجل عايز يشوف بعينه، مش انك تديله ماكيت او تنقله صور. ده حدث عالمي كبير يعني. احنا استغلنا ده بشكل كبير الفتره اللي فاتت، لكن يجب ان احنا نكمل على اللي احنا بنيناه، ما نرتكنش على ان احنا خلاص. الراجل يعني سعيد ومبسوط وقال ان انا هازر الملف المصري في حاله تقدم بطلب الاستضافه واصراركم على التنظيم. عندنا تحديات اكيد لازم نشتغل عليها الفتره الجايه، لكن في الاخر انت دلوقتي اوريدي لو الاولمبياد بكره تقدر انك لو هتقدم ملف فتقدر انك كبنيه تحتيه رياضيه احنا عندنا مزمين. عندنا القدره دي. طيب بيبقى شق مهم جدا في اي حاجه ليها علاقه بالسياحه او السياحه الرياضيه، وهي العنصر البشري. العنصر البشري انا مع او بجانب فكره هنا ان انا بطور الرياضه عندي، بعمل طفره مختلفه وبعمل بطولات دوليه على ارضي، ان انا لازم يكون عندي برضو حملات توعيه للعنصر البشري، مش بس القائمين على السياحه، كمان اللي هم في الاوتيلات وفي الاماكن السياحيه وغيره، لا كمان المجتمع ككل، بتبقى حملات بقى اعلاميه واتافر. لان انا دلوقتي لما اجي اعمل كل ده والدوله تعمل كل ده وبعدين يجي هذا الشخص او هذه الجاليه الجهه تيجي عندي وتلاقي من اول ما ينزلوا من المطار مثلا معامله مش الافضل، مش فريندلي، الناس مش بتتعامل بامانه، الناس بتضايقهم، يعني انا بقول مثلا مش شرط ان ده يكون بيحصل، بس ده هيخلي لي كل الدوله بنيته راح صح يعني صح. فبتبني من زي ما تقول كده ايد بتبني وايد بتهدم، فاحنا مش عايزين ده، مش عايزين ده. فهل في حاجه بجانب كل الشغل اللي بيتم ده عشان اقدر اقول انا في اي وقت هقدر استضيف بطوله العالم ولا الاولمبياد ولا غيره؟ يعني بصي لما بيكون في حدث كبير هو كده كده بيفرض نفسه على الساحه وعلى المسؤولين انه التنظيم بتاعه بيكون في قالب او في شكل معين. يعني بالذكر احنا كنا مثلا مصر كانت استضافت بطوله العالم للسلاح من حوالي 3 شهور تابعناها برضه. التنظيم بامانه كان يعني بشكل مبهر في كل حاجه، حتى التفاصيل الصغيره انه الناس نفسها بيبقى في زون للعيبه
عشان التدريب وعشان الإحماءات الكلام ده كان معمول على شكل تمبل، على شكل متحف، هو كأنه داخل المتحف، داخل من بوابة متحف وهيخرج من الناحية التانية. فالناس كانت هي نفسها حاسة إن لا انت جايب التفاصيل مختلفة. أوكي. هو ممكن يروح يلعب، فما هو كده كده هو بقى في اريا للعيبة هتتدرب او تتمرن فيها. الجايزة نفسها كان في اختيار ان انت بتختار فن الشكل الجايزة اللي هتديه لصاحب الابطال دول. لما بيرجعوا بلدهم هو بيبقى بالنسبة له الميدالية الذهب دي وعنده زيها ما عندوش مشكلة، وكده كده هي دي بتبقى تصنيع اتحاد دولي، فعليها لوجو البطولة من ناحية، من جانب الجانب التاني بيبقى عليه الشعار بتاع البطولة والاسم بتاع الاتحاد الدولي. لكن انت هتقدر ايه الطابع اللي انت هتخلي بطولتك تنفرد بيه؟ ده حصل من ضمن الحاجات دي ان هو كان ادولهم تمثال او قناع زي قناع توت عنخ امون والملكة اللعيبة. احنا عملنا معاهم لقاءات بعد ما كسبوا وبتاع، الولد ما هو مش مبسوط بالذهب قد ما مبسوط بالماسك نفسه اللي خده. لان هو بطوله يعني الميداليه الذهب يقدر ياخدها في بطوله عالم في اولمبياد جايه، فاختيار التفاصيل نفسها بيكون مهم جدا. ان انت تقدر ازاي مين اللي هيتكلم مع اللعيبه ومين اللي هيكون يعني الامور دي حساسه جدا، لان انت جاي لك صفوه لعيبه العالم في اللعبه دي. فنفس الكلام انت لازم هتكون ليهم معامله خاصه وطريقه حوار خاص كل الكلام ده بيكون لما بيكون عندك بطوله فعلا بقدر الحدث بيكون. ولما ينزلوا بقى يتمشوا في الشارع ويروحوا الاماكن برضو السياحيه بيكون معاهم جايد، بيكون معاهم جايد وبيقدر. احنا بقى عايزين الموضوع يوصل مرحله ان احنا نبقى شعب اصلا ثقافته سياحيه. ده هو ده حقيقي، شعب ده مطلوب. ثقافته سياحيه. انت بتسافر بلاد، والله يا كريم اكيد انت عارف ده، بتسافر بره بلاد ما عندهاش حاجه، بس انا بروح البلد دي تاني من كتر ما الناس لذيذه، يعني من كتر ما بتتعامل حلو. بس هو اقول لك على حاجه، المصريين بطبيعتهم يعني ودودين وبيحبوا انهم يكرموا الضيف يتكلموا معاه وكل الكلام ده. لكن هي القصه كلها ان انت ما تقدرش تحكم على العامه كلها او على العوام ان هو بشكل هو ده اللي مطلوب. ونهاوند بتقول لحضرتك اللي هي بتقوله لك ده، انا عماله ابتسم ليه؟ لان انا شايف انا عندي قناعات مبنيه بالكامل على مشاهدات. مظبوط، شفتها بعينك. يا خبر ابيض يا يعني وهي عماله تتكلم في النقطه دي انا عمال اعمل فلاش باكات لمواقف كتير شفت فيها بالظبط الاداء اللي هو منفر للسايح مش جاذب ليه. يعني للاسف انت عندك مصطلح زي الخرتيه اللي كان موجود في وقت من الاوقات، ده مصطلح مدمر للسياحه، والناس اللي معنيه بالشان السياحي عارفين انا بتكلم على ايه. فطبعا النقطه اللي بتتكلم فيها نهاوند في منتهى الاهميه، وفعلا من اول ما يحطوا رجلهم في المطار لغايه لما يرجعوا تاني يعني يسافروا على بلدهم، كل دي امور من شانها ان احنا لا محتاجين نشتغل أكتر عليها كمان وننجح اكتر واكتر من اللي حاصل. لا لا ده حقيقي، ده مطلوب كده كده، نقل الثقافه للناس ان انت تقدر تتعامل مع انت الناس دي. مش جاي لك عشان خاطر هم جايين يستمتعوا بوقتهم، في نفس الوقت هو جاي لك حاسس بفخر كبير جدا ان هو موجود على ارضك طبعا. فانت في نفس الوقت يعني اكفل له ان هو يبقى كملها على خير. يعني كمل المنظر، كملها لنا على خير يا عم. كمل المنظر يعني كمل انت حجر من ضمن الاحجار اللي طبعا بيتبني عليها الصوره الذهنيه نفسها. انت هتستفيد من اي سياحه واي عمله بتدخل، انت هتستفيد. فيعني على كل حال ان شاء الله خير. انا بس حابب طبعا قبل ما نكمل بقى بقيه كلامنا، لو في محاور ثانيه نتكلم عليها يعني اتفضل. لازم اكيد اتمنى التوفيق لفريق كره اليد النهارده قدام نادي مدر السعودي. يعني حدث كبير ان احنا طبعا الاهلي، مشاركه الاهلي في بطوله العالم لكره اليد. اتمنى كمان ان احنا يبدا تكون يعني تجديد بقى للفكر، وشويه ان فرقه الهاندبول في الاهلي تبدا انها تفرح جمهورها شويه، لان الفتره اللي فاتت النتائج ما كانتش على افضل حال. لكن هم قادرين ان شاء الله على ان هم يعدوا المحنه اللي موجوده، بالاضافه ان كمان التعاقد مع ديفيد ديفيز بعد بطوله العالم اعتقد انه هيعمل طفره في اداء الفريق ان شاء الله في الفتره الجايه. الله باذن الله. واحنا بالفعل عندنا لسه بحاول كتير، بس يعني للاسف بقى هنضطر ناجلها للقاء التالي ان شاء الله مع حضرتك تيجي تصورنا. سعدت ان انا كنت موجود معاك. واكيد ربنا يخليك يا فندم. اشكرك جدا يا مسيو بجد، وكانت قراءه سريعه بس كانت مهمه. ونتمنى من خلال الفقره دي ان احنا نختم نقول يا ريت يا ريت يبقى في يعني تنسيق ما بين الاتحادات والابطال
وزاره الشباب والرياضه علشان ان شاء الله اولمبياد باريس وبارالمبياد باريس 2024. مش عايزين بقى نيجي نقول واحنا ليه ما حصدناش ميداليات كتير ذهبيه او غيره، احنا من دلوقتي بنبني، بنحاول اي صعوبات ان هي تتحلل اي ابطال. طبعا موضوع البادجت ده مهم وفي عقبه في بعض الاتحادات، لكن نتمنى سرعه التدخل من وزاره الشباب والرياضه. لو في ابطال فعلا هنخسرهم لو ما حصل لهمش الدعم المادي بعد كده عشان يمثلونا في بارالمبياد واولمبياد باريس. شكرا ليك يا مسيو، نروح فاصل وبعد كده هنرجع عشان سؤال السوشيال ميديا كنا سالناه لحضراتكم، بس خلاص ما فيش وقت بقى حد يبعت تاني دلوقتي، هنرجع نشوف بقى اللي اتبعت والرسائل اللي حضراتكم واجهينها للفريق بعد الفاصل.